كل عام والعراق بخير، أيامكم سعيدة وكل عام بألف خير وعراقنا الجميل بألف خير. يوم مختلف أكيد اليوم كان دكتور. كل يوم مختلف وكل يوم متعة حلوة، واليوم إن شاء الله يعني كان مشوار جميل مع أطفال حلوين مرتبين، قدرنا نرسم البسمة على وجوههم إن شاء الله. قياسات محيرة، سنة ابني ما أعرف سمول لارج جفلتني معود عبالي ملكان. أنت أجنبي؟ Yes. What's your name? My name is Saif. Saif? Oh, where are you going الظهرية؟ To the supermarket? Yes. To eating? Yes. In the هسة؟ ترى أنا جوعان. Go to the eating. اليوم كان اختيارات الملابس مميزة، المكان أيضا مميز. أكيد. والله حبينا اليوم نغير المكان اللي تبضع من عنده، والحلو اليوم هم من اختاروا بنفسهم الألوان، سألتهم عن الألوان وعلى الأشكال اللي يحبوها، فالحمد لله كان يوم مميز. يعني العيد احنا نعلم أبنائنا على التسامح وعلى المحبة، حب الآخرين وعدم التفرقة، هو هذا العيد. عيد أضحى مبارك وكل عام والعراقيين بألف خير إن شاء الله. حلقة جديدة مع أطفالنا الحلوين من دار الإمام الجواد الأيتام، وإن شاء الله راح نقضي رحلة حلوة نستمتع وياهم، نلعب وياهم إن شاء الله، ونطلع بصورة كلش حلوة. فرحانين بهالرحلة؟ أي إن شاء الله. هسه أريد أعرف كل واحد يا لون اختار ويا لون يحب. أنت شو تحب يا لون؟ الأبيض. وأنت حبيب علاوي؟ أي خاذة خوش لون أحبه. وأنت يا لون تحبين؟ الوردي؟ حلو. وانتي؟ السمائي. وانتي يا حلوة؟ بنفسجي. وغيث؟ أسود. الأسود. وانت؟ أبيض. أبيض. وانت حبيبي؟ بني. بني. حلو. تريد أشوي لو تقلاه؟ قصدي عبالي سمج. وانت حبيبي سعد، انت شو تحب يا لون؟ زيتوني. زيتوني. وسيف؟ الأزرق. هسه رح نتبضع إن شاء الله، تختارون ملابس حلوة وراها نروح للحلاق، وراها نروح نلعب ونتونس، مو؟ يلا جاهزين؟ قولوا كيو. كيو. يلا للبيوت منا. اليوم شلون كانت القصات؟ عجبتك ويا الفنان المبدع قيس الشرع؟ الكوافير قيس الشرع يعني يعني فنان ومتنوع، يعني سوى قصات تلائم الوجه، باع الوجه يسرى يمنى، شنو الحلاقه اللي تلوق له، وايضا هو استمع لي يعني طلباتهم، وهذا الشيء كلش حلو انه الطفل يريد هو القصه اللي يشوفها يعني واللي يحبها. طبعا قمه الراحه النفسيه من تروح للحلاق وهو يحلق لك ويجدد نفسيتك، واكيد الحلاقه تلقي بظلالها على الشخص نفسه، راح يرتاح اذا كان متكئب. زين اريد اسال الكابتن يعني قيس، حلاقه العيد تختلف عن الحلاقه الاعتياديه؟ كابتن اريد اسالك، طبعا السؤال ذو شقين، اولا الحلاقه الاعتياديه تختلف عن مال العيد؟ اكيد اكيد تختلف عن، يعني حتى فرحه الطفل بحلقه السابقه ذكرت انها الطاقه السلبيه، فالطفل هنا راح يتامر. راح يصير شخصيه حلو للطفل، بس اكو بعض الاباء لا هو يفرض الشخصيه، يقول لك لا ما احب له القصه، ما احب ايش تسريحته، فزينه خفيف واطلق. عاده الحلاق يعني بالعيد يصير عليه ازدحام وضغط، فهم ياثر على جوده الشغل لو انت لازم تكمل اناقته كلش يعني. هو 100% ياثر، احنا دائما نوصي الزباين الاصدقاء انه قبل العيد، قبل العيد بيومين بثلاث ايام باربع ايام، حتى يكون يبقى بس يوم العيد تحديد او شسوار. اغلب الناس يجون بالعرفات. بالعرفات بيوم العيد بيصير لود، فانت زين شلون ما كان يعني تدري، تخيل تلغي الخيار، تلغي السنفره، تلغي كل شيء، زين على السريع وتقلل، هو يتحمل مسؤوليه الزبون. اي زين، بس ايهما اكثر بالعرفات يجيك، الاطفال ولا الكبار؟ لا يعني اكثر يعني مو صور، مو يعني كل يجي الاب وولده وياه. اي الاطفال يدزون قبل بيوم.
بس مرات انا اشوف بعض الصالونات الحلاقه الرجالي مثلا من يقول للاطفال يم صاحبي يعني الا خلقي اي الا خلق بس انت تعرف نوبات الحلاق والكوافير من يجون اثنين سوا يضوج الحلاق واثنينهم يردون يمه يضوج فدوى عينك مش بسرعه مش بسرعه ماكو فهذا يصير لود على الكوافير انت اما تجي لازم نص نهار الطيره يمه اكيد زين سؤال اخر عفوا حلاقه قبل شلون كانت يعني قبل المقص يعني انا شوف هي الحلاقه او اي مهنه تنتهن يتعلمها الانسان بالفطره يعني انا اتذكر انه شلون قبل شلون يزينون ماكو مقص ماكو هيك خبره شلون يحدون السيف بس كان اكو خنجر اكو سيف بس حاد ودقيق هذا ف يعني شابني يعني مثل ما يقول فكره انه دحكي قبل اباو هذا السامع بيه الزو الزو مال الخرفان بالضبط. على شكل يعني نتباوع عليه على شكل خنجرين وقاموا يقصون بيه هم بالفطره هاي صارت عندهم اكيد الاختراعات شويه 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 وبعدين قاموا يقص بيه شعره بس هو انا اتذكر انه بالخنجر ويقص شعره لين كان البداوه شعرهم طويل يعني يحميهم بالصيف وبالشتاء فدائما الشعر طويل فيقصه بال طورت الحلاقه حتى بالخنجر اتصور كان كلش عاد يزين واغلبهم كانوا يعني بقي اللحيه ومن صار تطور بالحلاقه تخيل انه اكو الشفره مال ماكو موس جلده كانت بالجلده وكانت حديده ويحد بيها نفس السيف ويجي زين بيها اللحيه هسه ما شاء الله اشوفك انت حتى استغنيت عن المقص وده تحلق وتتفنن بالماكينه هاي من اصعب الحالات وهي شوف بالممارسه تقدر تطور مهنتك بالممارسه تقدر تبدع باي اله انت قاعد تشتغل بها انا لازم مع الحداثه للطرفه اول ما تعلمت حلاقه يعني ولد اختي جوارين فادرب بهم فامن ابو علي اقول له ها انت هم سوي لك مره على الحلاق شيك هم شيك وراي لان مو كلش مره زلف هيجي من انا مره خفيف لا الكتله صاعده ونازله ترهم وهي هواي هواي انت بدايه الحلاقه هي متهويه يعني قلت لك انا صغير حويت الحلاقه ليش كان عندنا بوقتها كانوا اكو مصريين يجون فدائما المصري يكون انيق بالحلاقه وخلفات حلو يعني فعلا فهذه اكتسبتها من عندهم اقول ليش يعني ايش معنى انه مهتم بنفسه ونظيف وكذا ويجمل العالم حال ازدهرت بالفتره الاخيره يعني عدد الحلاقين والدورات اللي سويتها فعلا احنا سوينا دورات طورنا دورات بس انت بالدورات من يجيني 30 كوافير 30 يعني متدرب اطلع من عندهم 2-3 اغلبيتهم يعني مثل ما يقول جاي على مود ماده واذا اجى لا مو هي ما راح ينجح لازم اتقنها لازم اتقنها لازم يكون فنان عنده لمسه الماده هي جايه جاي بس انت وبالتالي انت لازم تبدع بعملك حتى تقدر توصل تكسب زباين أنا ما أخذ من وقتك بس شوف لي هذا التقاطع وين يطلع هذا جسر الشاتشي هذا يمكن على باب الشرجيلي المغلق هي شوف هاي إبداعات شوف لمسات بها إبداعات الطفل يحب هيجي بيناتهم يتهامسون أنا مادتي أحسن مادتك أنت لا مو هيجي والدليل إنه من إجا أبو دار الأيتام قال أنا عندي نظام قلت له هذا النظام ما يعارض وي قصات ماكو شهر زمان لا احنا اكو مثل عندنا كثير الحلاقه نقول لا تندم على شيء قابل للنمو اي صح خلاص ما طول دين مو راح يتغير تقدر تغير التسريحه عشت اذا كان يعوفك حتى ما لهيك حتى تكملهم تجملهم لان عندنا مشاوير بعد واي ان شاء الله موفقين حبيب. والله ان شاء الله يفتح ابوك الله يسلمك اشكرك اشكرك حبيبي الأميرات شنو كان شعوره؟ الأميرات حبابات وحلوات وحافظين كل المقاطع مالتي متونسين كل ساعة شلونك ساعد عبو؟ وأنا أقول لهم عيد ساعد عبو أنا أقول لهم عيد عيد واليوم عيد وكل عام وأنتم بألف خير كابتن وانت تسوي القصات وتسرح لهم شعرهم للاميرات ايهما تفضل
البنت هاي تجي ويا الام لو بحدها، لو تقولها مثلا بعد شويه اجيك، لو هي تتدخل شنو؟ هنا افضل انه تكون الام تخلص ديزاينها او الطفله زين حتى وتروح ترجعها للبيت. هاي يعني مفهوم. ليش؟ حتى من يشتغل الام لا تظل البنيه تلعب بالادوات، لان دائما الكوافير حاجته عزيزه لو مهما يكون. اكيد فتركيزه وين راح يكون؟ راح يشتت على الطفله. اكيد على الطفله، فلهذا ما راح يركز وما راح يطلع كواليتي حلو. زين انت مع انه البنات بهذا العمر يسرحان ويصبون؟ لا 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 نهائيا، ما حرامات يعني مثل ما يقول كفر بالشعر، تدمر الشعرايه مهما تكون الشعرايه. شوف هي كاريزما الطفله من يكون والبراءة تروح، البراءة تروح، يعني من يكون شعرها نيجرو ترى تعابير راهم وتعابير وجهها صحيح. من يكون سرح تريده مجعد، من تريده مجعد من عندها شعرها كيرلي تريده سرح. فلهذا افضل انه يكون الشعر بعد ال 15 سنه 16 حتى سنه حتى النضوج ما يصير يعني بلوغ. هي تتحكم هي تتحكم، ما اريد انه الام هي تتحكم بالطفل، دائما الطفل يكون له كاريزما. شلون احنا عندنا بالاطفال الرجال اكيد اكيد الاطفال انه هو يعتمد على شخصيته، البنيه هم انت شخصيه وتقدر تعتمد على شخصيه. بس انا اشوف يعني وحتى الشعر راح يتعب في هذا العمر اذا مثلا من هسه واحد يسرحه ويصبغه، يعني من يصير عمره 20 سنه يمكن ولا شعرايه باقي. بالضبط، هي ليش انت لان اللود بالمواد الكيميائيه، احنا دائما نبتعد عن المواد الكيميائيه قدر المستطاع. اذا احنا لكون مناسبه العيد وحلاقه حلوه وشويه سشوار تبقى سشوار تسريح مره ليس تسحبه ماكو مشكله، والضفيره التسريحه اللي تحبها للطفله. بس يعني نصيحتك انه للامهات تبتعد عن الاصباغ، تبتعد عن المسرحات، بعد شفتوا تبتعد عن المواد الكيميائيه. يعني مو تروحي مثلا انت مناسبه عرس او حنه ولازم بنتك همين سشوار وصبغ، اكبر غلط. خلوا هذا العمر يمشي، ومن يصير عمره فوق العشرين وفقط بالمناسبات. يعني وجهة نظري انه ما يتعبون الشعر، ما يرجع بعد، لا هو ماكو شيء ما يرجع، خاصة الشعر احنا بمرور الوقت يرجع الشعر يعني يعيد حيويته. اي بس لازم مداراة، انا ذا يوميا صبر مداراة واهتمام. احنا تدري الدراسة الأخيرة اللي ندرس عليها انه حتى الشامبو مادة كيميائية تأثر على الشعر، طبعا لازم تستخدم له معالجات. معالجات فلهذا انه دائما ننصح انه يبتعد. هسه ليش اطباء كنا نعانتهم يقول لك يا ابو كل 3 ايام اغسل شعرك؟ ايه هسه فعلا كل 3 ايام ليش؟ اكو مادة حتى تغذي عليها مغذيات للشعر، تغذي الشعر منها وبها، لان جسم الانسان هو عبارة عن معمل يقدر يغذي يحيي لك الشعر. اكيد انا هسه ما اريد اتعبك، وهل هلا بالتسريح يعني خفف الاستشوار عليهم، لان يعني نريد شعرهم حتى يبقى برونق. فعلا هي ملاحظه كلش دقيقه، بس احنا تعرف انت تقول لي من تجي الام وياها وتجي البنت لازم على السريع حتى ليش؟ اروح استعمل الورقه، ليش دائما نقول مختار الايام قبل العيد؟ بس احنا جيناك اليوم وزاحمناك، بس جهودك الحلوه في اظهار اميراتنا بشكل لطيف. الايتام هم بالمقدمه، احنا هاي رساله لازم نوجهها لكل الناس، لكل الشخصيات، لكل العالم، انه شوف ملاحظه انه دار الايتام كثرت عندنا بالعراق. اي يعني هسه ملاحظ انت من خلال متابعاتك شفت وايد زادت بالفتره الاخيره، انه المؤسسات الحكوميه كل وزاره تتبنى لها دار يا ريت والله يعني يا ريت، حتى الميسورين حال الناس اللي حال يهتم بهاي الشريحه. فعلا يعني انت تشوفهم اطفال براءة، بس عندهم شخصيات، عندهم كاريزما، يرادهم ويستحقون دعم. يستحقون الدعم، يستحقون انه يعيشون والله على حال كذا، يعني مو محصور بس بال أكيد. يعني انتم صاحبين خطوه من نقلتوا الاطفال وتجيبهم للكوافير للملابس نريد نفرحهم يعني دولي. حتى لو شيء بسيط هو يعني مو ذاك اللي بس شيء بسيط فرحتهم انه عاشوا بغير عالم راح يبقوا يتذكروه. الحمد لله الله يمكننا ان شاء الله من فعل الخير، ما اخرك لان احنا ايضا بعد عندنا مفاجات ما اريد اقول لهم اياها ان شاء الله. حبيب. موفقين والله اشكرك وخذ راحتك عيوني. كوافيرنا المميز قيس الشرع، احنا نشكرك وتعبناك يومين نتعبك احنا. لا بالعكس شرفتوني. الله يخليك. باعتبارك انت ايضا يعني تنصح
الصحة والاهتمام بالشعر والجسم، ايش تنصح اطفالنا الحلوين؟ والله هو بالعكس هم مبينين مرتبين، لان يختارون القصات، يختارون العناية، يريد يخلص، يريد يغسل شعره، فهاي الملاحظات اللي هم يدوها كلش حلوة. ايش تنصح يعني اهتمام بنفسهم، يحافظون على صحتهم، الالتزام بارشادات المسؤول مالتهم، لان تعرف هم ما عندهم اب، فاحنا كلهم هنا فياخذون لازم الكلام، بس هم الحلو بهم يستوعبون هذا الكلام. انا شفتهم حتى اظافرهم يقول لي قاصيها ومرتبيها، هاي كلش مهمه، اهتمام الاداره، الاداره انها مركزه على هذا الشيء، فالحمد لله والشكر انه الاداره، نشكر الاداره على الاهتمام هذه، وشوفهم يعني ما هم متعوبين، لا لا ما شاء الله دم بيهم، اكيد اكيد هناك متابعه مستمره، متابعه مستمره، والنظافه من الايمان، يعني هذا هم حديث. تبقى بس الارشادات المروريه، هاي هم بعد يهتمون بها ضروري. بالضبط، احنا هم نوجهكم يعني ونقول لكم انتم تعبرون الشارع باعون الإشارة إلا تصير حمراء لا تعبرون، مين من خطوط العبور، وننتبه حتى بالألعاب، من نروح مدينة الألعاب، من الألعاب، الألعاب الخطرة، حتى شنو من أدي نفسنا. هسه شو نسوي، شو نقول، علامة النصر للغدا اليوم، أوكي جاهزين إلى المطعم. بعد ما توجهنا الى الغداء، شفتك ايضا حاير وداير مدايرهم ومتلهف الى ان ياكلون. اكيد طبعا طبعا، هو هاي فتره الاستراحه او الغداء، يعني اول ما استيتهم قلت لهم منو جوعان، كلهم رفعوا بما هم فيهم، انا بس استحيت، فاهم شيء قعدوا وارتاحوا قبلها، غسلوا وطلبوا الاكلات اللي يحبوها، والحمد لله كانت اجواء كلش حلوه. ليش دائما الاطفال وقت الغداء قبل لا ياكلون يطلبون منك مشهد من ابو كرش؟ اي ابو كرش من الشخصيات الحلوه اللي مثلتها، والناس هم يعني اغلب الاطفال حافظيها، وهو ايضا يعني هاي دعوه انه مو اشجعهم على الاكل، انما يقللون من الاكل، يعني احنا الغايه من عندنا من نقدم مشهد كوميدي ننطي به رساله انه لا تلح بالاكل تشيب، قلل، يعني فخذ الصبح او فخذ بالليل، اجمعا هم ترجع دجاجه شو ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا الان الى فقره حلوه هي الهدايا، وهاي الهدايا مقدمه من قناه دجله الفضائيه، عباره عن ايباد هو والكفر مالته، يعني مفيد جدا. تعال حبيبي سائد، هذا الايباد مالتك، وقبل حتى نشوف فيلم حلو، يلا يلا حبيبي تعال. علاوي حبيبي، هل هدية مالتك قبل السينما؟ هلا هلا حبيبتي، تفضلي، هل هدية مالتك وقبل وين؟ للسينما. هلا حبيبتي، هل هدية مالتك تحافظين عليها ها حبيبتي، غفران العافية، وتشحني ها متعوفي حبيبي، غيت لو ليت انت غيت حبيبي، يلا مو تلتهي بي، يعني شويه دراسه وشويه ايباد، يلا حبيبي. ليث الغالي كريستيانو حبيبي، هلا هلا حبيبي العافيه، حبيبي حبيبي، هلا ابو جاسم بالعافيه، الهديه حبيبي سيوفي، هاو ار يوز، ثانك يوز حبيبي، هاي الهديه، وانا وياكم هم نشوف الفيلم، يلا باي باي. من الأطفال اليوم كان قريب عليك؟ اليوم طفل مميز أيضاً، هم كلهم مميزين، اسمه سائد، فسائد النمور، يعني هو صديق اليوم، اسم غريب وحلو واستمتعت وياه. جايك سائد حبيبي. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي هدايا آيس كريم نوع ديفا، شو اسمها؟ ديفا، آيس كريم ديفا. بس أنا قبل ما أعطيكم عندي أغنية لازم ترددوها وياي. هاي المطبر دبر، هاي المطبر دبر، مدى أسمع؟ هاي المطبر.
مو زين، خلنا نمسح السبوره. اي لما تبرد برد، اي لما تبرد برد. يابا جيب لنا من ديفا نوعيات. يلا عيوني تدللون، نقول لكم عندنا مفاجاه. هي هاي المفاجاه، من يحب الموطه؟ حلو. اكو انواع، ام العوده ونوعين، هاي بالكاكاو وهاي بالحليب. بالكاكاو. هاي طبعا البيضه هنا، هاي طعم الموز. حلو. علي بالحليب. بالكاكاو. هاي الكاكاو. هسه شوف، هسه نفوق هاي وراها هاي. هاي الكاكاو حبيبتي. انت حبيبي اخذت انت حبيبي. عافيات عافيات. هسه شو نسوي؟ واحد ورا الثاني. اول شيء سائد من دب القشر بالقاع، نروح وين؟ للسياره. واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني. ها ها ها. يلا مرتبين مرتبين، واحد قدامه. عفوا. يلا يلا حبيبي انت ويانا. ها انت باقي. يلا باي باي. عيدكم مبارك، اهلنا طيبين، ناسنا طيبه. يا رب ان شاء الله يشافي كل مريض ويرحم كل ميت. هذا العيد فرصه حلوه نطل بيه عليكم من خلال قناتنا الجميله، ويا ربي الكل بسعاده ورفاهيه ان شاء الله.